أهلا بحضراتكم، وهذه المتابعة والتغطية لتطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة الأراضي الفلسطينية بشكل عام. يمكن كانت هناك مقتل 6 محتجزين إسرائيليين منذ أيام قليلة، واليوم أيضا يمكن مقتل 3 إسرائيليين عند معبر الليمبي ما بين الأردن والضفة الغربية. هناك تعثر للمفاوضات بسبب كل هذه الأحداث، ومن قبلها أيضا اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية وفؤاد شكر. تعثر المفاوضات ما بين إسرائيل وحماس ترجع لأكثر من سبب، يمكن تعنت إسرائيل أيضا في البقاء في ممر نتسليم ومحور في فيلادلفيا، بالإضافة أيضا إلى خطة الجنرالات التي أعلنت عنها إسرائيل بضم شمال غزة وجعله منطقة مغلقة، وبعد ذلك سيكون للخطة أيضا تبعات أخرى ما يتعلق بمحور فيلادلفيا وأيضا معبر رفح. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني من رام الله. سيد مراد، مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لكم للسادة المشاهدين. يعني بداية، كل هذه التطورات تطورات على المستوى الميداني وتطورات أيضا على المستوى السياسي، ولكن للأسف لا يوجد تطور إيجابي على المستوى السياسي ولا حتى الوصول إلى أي نقطة في المفاوضات. يعني برأيك كل الأحداث التي تحدث من مقتل إسرائيليين حتى اليوم 3 إسرائيليين عند معبر الليمبي ما بين الأردن والضفة الغربية، وقبل ذلك اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية وغيرها من المفارقات، كيف سنصل إلى مفاوضات ما بين الطرفين، وما هي المعوقات الأساسية يعني الحقيقية للوصول إلى هذه الاتفاقية؟ يعني أنا باعتقادي أصبح بشكل واضح المعضلة الأساسية في الوصول إلى صفقة وتدويب تسير كل هذه الخلافات موقف نتنياهو الوحيد الذي أصبح يشكل عقبة حقيقية في هذه المفاوضات ويضع العراقيل والشروط التعجيزية من أجل الوصول إلى صفقة هو نتنياهو. هو رفض منذ البداية مقترح الذي تقدم به بيرنز ووافقت عليه المقاومة الفلسطينية وأيدته الوسطاء. نتنياهو رفض ذلك، ومن ثم عندما قدم الرئيس جو بايدن في 31 مايو المقترح الأمريكي الذي جاء متوافقا وفي إطار التنسيق ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ونتنياهو وافقت عليه المقاومة الفلسطينية وحركة حماس ودعمته الوسطاء الذين يخوضون أيضا يعني جهودا جبارة من أجل الوصول إلى صفقة ووقف يعني المذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني. إلا نتنياهو يضع الشروط، يضع الشروط التعجيزية، يضع العراقيل، يقدم مقترحات لا يمكن الوقوع يعني الموافقة عليها سواء من قبل الوسطاء أو من قبل حركة حماس. نتنياهو يسعى إلى مزيد من كسب الوقت وفرض حقائق على الأرض، هذا ما يسعى إليه نتنياهو. نتنياهو لديه مشروع يميني متطرف في دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بإعادة احتلال الضفة الغربية، إعادة احتلال قطاع غزة، فرض وقائع على في الأراضي الفلسطينية، ولذلك هو ينفذ هذه المشاريع أمام يعني محاولته لكسب مزيد من الوقت وفرض يعني اجراءات على الارض، وهذا ما يحدث في. طب سيد مراد، يعني ما اعلن عن خطه الجنرالات، هل هذه الخطه فعلا قابله للتنفيذ، وهل ما يسعى اليه نتنياهو الان هو تنفيذ هذه الخطه بغلق شمال غزه والسيطره عليها وتهجير الفلسطينيين منها وجعلها منطقه مغلقه فقط للسلاح او لتصدير السلاح اليه؟ يعني بعتقد نتنياهو اصبح يعني مقتنع بان هذه الخطه يعني ستنفذ، لكن لا اعتقد ستكون يعني او بالامكان تحقيقها على ارض الواقع، لان هناك 300 الف مواطن فلسطيني منذ 12 شهر موجودين هناك، تعرضوا الى المذابح، تعرضوا الى المجازر، الى سياسه التجويع، انتشار الامراض، ولا يريدون المغادرة بيوتهم ومناطقهم رغم ما يتعرضون لها. لذلك أعتقد هذه المشاريع لا يمكن تطبيقها ولا يمكن تحقيقها في ظل صمود الشعب الفلسطيني، في ظل تمسك الشعب الفلسطيني في أرضه وفي بيته، وأيضا في ظل وجود المقاومة الفلسطينية، ولا يوجد أحد في العالم يؤيد هذه المخططات التي يقوم بها نتنياهو إلا الائتلاف الحكومي وحكومة نتنياهو. ونتنياهو على وجه الخصوص، رغم أن العالم جميعا يؤيد وقف إطلاق النار، العالم يطالب بضرورة الوصول إلى صفقة ووقف حرب الإبادة الجمعية والتطهير العرقي، إلا أن نتنياهو هو الوحيد وهو الائتلاف الحكومي مصممان
مصممون على استمرارية هذه حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. طب هناك هل سيد مراد انه هدفه في النهايه البقاء في محور فيلادلفي؟ يعني هل هذا هو الاساس لوجود مخطط مثل هذا بالنسبه لنتنياهو؟ يعني أعتقد نتنياهو هو يريد إعادة احتلال قطاع غزة، هو يريد تطهير عرقي للشعب الفلسطيني، ليس مقتصر على محور فيلادلفيا. روم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والعسكرية تقول ليس من الضروري البقاء بهذا المحور والأولوية للوصول إلى صفقة. نتنياهو رفع من سقف أهمية هذا المحور، على الرغم أن في البداية كانت هناك موافقة من قبل أو تشجيع من قبل المؤسسة العسكرية منذ البداية عندما قدم مقترح بايدن بالانسحاب من هذا المحور، ورأت بأن ذلك بالإمكان الانسحاب، وإذا كانت هناك ضرورة أمنية بإمكان العودة لذلك. لكن نتنياهو يريد تصدير أزمته الداخلية وفشله السياسي والعسكري بمزيد يعني بتصدير أزماته إلى الخارج، سواء فيما يتعلق ببقاء في محور فيلادلفيا، إعادة احتلال قطاع غزة، العملية العسكرية التي تحدث في الضفة الغربية، اغتيال يعني فؤاد شكر في لبنان من أجل جر المنطقة إلى حرب إقليمية. هو يريد حرب يعني مفتوحة في هذا المنطقة. يعتقد نتنياهو بأن باستطاعته أن يعيد هندسة المنطقة الشرق الأوسط، وهو عينه في الوقت اللاحظ في هذه اللحظات على نتائج انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يتفق مع ترامب في الكثير من القضايا الكبرى في المنطقة وخاصة طب وإن كان السيد مراد أنه واشنطن بوست الأمريكية كان هناك تصريح هناك اتهام لنتنياهو بعرقلة جهود الوساطة والجهود الصفقة، يعني لماذا هذا التصريح الآن؟ هل هو فعلا ردة فعل حقيقية من الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة بأعتقد وصلت لقناعة بأن من يعرقل الصفقة هو نتنياهو، ومن يضع العراقيل الشروط نتنياهو. لكن الولايات المتحدة إذا يعني بالإمكان يعني أن تترجم هذه الأقوال إلى أفعال، بإمكان إجبار نتنياهو على القبول بالصفقة. نتنياهو يريد يعني استمرارية في هذه المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، بقاء وإعادة احتلال الضفة الغربية وإعادة احتلال قطاع غزة، التي باعتقادي ايضا كل هذه المشاريع لا تتوافق لا مع يعني الفاعلين في منطقه الشرق الاوسط او اراده المجتمع الدولي، وحتى الولايات المتحده لا تقبل في ذلك. لكن هو يعول على كسب مزيد من الوقت لنتائج انتخابات الولايات المتحده، على الرغم من ان اصبحت الوصول الى صفقه في هذه اللحظات تشجع الحزب الديمقراطي والمرشح للحزب الديمقراطي لاعاده رصيد هذا الحزب، بعدما وجه نتنياهو الصفعة تلو الصفعة إلى كل مقترحات بايدن، وأصبح هناك هجوم على هذه الإدارة بأنها ضعيفة ولا يمكن يعني الضغط على نتنياهو أو الضغط على دولة. طب هل من سياسة دونالد ترامب السابقة باعتباره أنه كان رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، هل تعتقد أنه سيسير في نفس المسار أم ستكون له سياسة أخرى مختلفة تجاه الشرق الأوسط؟ وخاصة نعلم أن ما يهم ترامب في النهاية كان يعني الاقتصاد، الأموال، اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول في جميع مناظراته أو حتى خطاباته الانتخابية. يعني هو كما ذكرت ترامب هو رجل الاقتصاد، رجل الصفقات، العمليات التجارية. لا أعتقد أنه سيأتي متوافقا بشكل كلي مع نتنياهو، رغم بأن هناك بعض الملفات حسب ما كانت يعني ولاية ترامب الأولى بأن اتجهت متوافقة، وهو من طرح صفقة القرن وأيضا انسحب من الاتفاقية 5+1 المفاعل النووي الإيراني وتسوية هذا الملف. لكن لحد اللحظة باعتقادي لا توجد مؤشرات بأن ترامب هناك تغيير جوهري في مواقفه السابقة، ويأمل نتنياهو أن يأتي ترامب لفرض وتنفيذ صفقة القرن وإعادة إحياء هذه الصفقة، وأيضا إعادة هندسة منطقة الشرق الأوسط وفق رؤية نتنياهو التي سيلقى دعم من قبل ترامب والحزب الجمهوري. لكن لا أعتقد ذلك قد يكون بكامل التوافق ما بينه وبين ترامب، لأن هناك أيضا تطورات
جرت خلال الـ4 سنوات لا أعتقد أنها ستساعد الولايات المتحدة ودولة الاحتلال على تغيير ما يجري من تطورات وملفات في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. لا أعتقد ذلك سيكون سهلا على نتنياهو تنفيذ مخططاته رغم وجود الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري في سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هو يعول على رجوع ترامب لأن هناك ملفات كبرى يرى منها نتنياهو لا يمكن تنفيذها إلا بوجود مرشح الحزب الديمقراطي الجمهوري وهو دونالد ترامب الذي أيده في صفقة القرن وهو الذي أيده أيضا في الانسحاب من طيب حتى استاذ مراد، يعني حتى اذا كان هناك سيكون دعم من ترامب مختلف عن الحزب الديمقراطي لنتنياهو، لكن هل الظروف الداخليه لاسرائيل تسمح بالمزيد من الحرب؟ احتجاجات داخل اسرائيل على سياسه نتنياهو، ايضا ملف المحتجزين يعني والذي يمكن يشعل النار داخل الاسرائيليين بسبب حتى قتل 6 محتجزين والان 3 اسرائيليين على بين الاردن والضفه الغربيه المحتله. يعني برأي حضرتك هل هذه العوامل الداخليه من الممكن ان يكون لها استجابه حتى في نفس نتنياهو خلال المرحله القادمه، خاصه انه الامور بتتطور، هناك حاله من العنف تظهر بشكل حتى ان كان فردي ولكن هناك موجه من العنف تظهر على السطح. صحيح، منذ يعني المسيرات الاسبوع الماضي واستمراريه لهذه المسيرات والاحتجاجات في الشارع الاسرائيلي شكلت منحنى في حجم هذه الاحتجاجات، في طريقه الضغط، في الشعارات التي رفعتها بالامس. كان هناك شعار رفع من قبل المتظاهرين لحرق دوله الاحتلال وحرق البلاد، هذا تطور ليس بسيط ومهم في ممارسه الضغط على نتنياهو وعلى الائتلاف الحكومي، وايضا سيشجع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتكون قولتها تختلف بما تقوم به أو ما تؤثر في هذه الحكومة. إضافة لذلك الأحزاب المعارضة الإسرائيلية أعتقد نتنياهو ستختلف حساباته في ظل هذه المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات التي تزيد كل أسبوع عن الأسبوع الآخر، وحتى الشعارات والشعارات السياسية التي أصبحت تهدد بشكل علني لحرق البلاد إذا استمر نتنياهو في هذه الحرب ولم يستجب الى الوصول الى صفقه، وخاصه بالامس المتظاهرين تحدثوا بان من يعرقل الصفقه هو نتنياهو، هناك تحميل مباشر لنتنياهو بانه من يهدد امن وسلامه ابنائهم الاسرى لدى المقاومه الفلسطينيه، وهم طلبوا الولايات المتحده واداره بايدن لممارسه ضغط حقيقي على نتنياهو، لان من يتحمل المسؤوليه في تعطيل هذه الصفقه هو نتنياهو. باعتقادي هذه يعني ضغوطات ستمارس على نتنياهو، وباعتقادي لن يكتفي الشارع والمحتجين الإسرائيليين بذلك، ستتطور خلال الأسابيع القريبة القادمة مزيد من الاحتجاجات، وقد يكون جزء كبير من القطاعات المهمة في الشارع الإسرائيلي تكون جزء من هذه الاحتجاجات. وكانت هناك خلال الأسبوعين الماضيين باعتقادي تطور لافت يتعلق ب اضراب واحتجاج الهستدروت، هذا اكبر قطاع منظم ولديه اعضاء كبير يعني بالالاف عشرات ومئات الالاف من المنتسبين يلتزمون بمواقف الهستدروت، وعندما قرر الانخراط في هذا الاضراب شل الحياه الاقتصاديه والحياه العامه في دوله الاحتلال، واذا تقرر هذه الاحتجاجات واعتقادي ستتكرر بالاكيد ستكون هناك تاثير كبير على بقاء هذه الحكومه وبقاء الائتلاف الحكومي، لان ايضا هناك ضغط على 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 بعض يعني الوزراء في حزب اليهود الاسرائيلي الذي مشاركين في هذه الحكومه، وباعتقاد هذه الضغوطات وهذه الاحتجاجات قد تؤثر على بقائهم في هذه الحكومه، مما يضطرهم الى الانسحاب والذهاب الى انتخابات مبكره اذا زادت هذه الاحتجاجات وتطورت ورفعت من سقفها السياسي وايضا من حجمها في الشارع الاسرائيلي. تمام، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من رام الله السيد مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. وكما نرى مشاهدينا الكرام تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه، ويمكن كان من اهم خطط نتنياهو التي تم التصريح عنها مؤخرا خطه الجنرالات، هذه الخطه التي تهدف الى السيطره بشكل كبير على شمال غزه واغلاق هذه المنطقه لان تكون منطقه مغلقه وتابعه للاحتلال الاسرائيلي. المزيد في هذا التقرير.
على خلفية عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على حسم المعركة مع حركة المقاومة الفلسطينية وإلحاق الهزيمة بها، طرح قادة ومسؤولون في الجيش الإسرائيلي وثيقة تعرف إعلاميا بخطة الجنرالات، هدفها تهجير الفلسطينيين من أرضهم. الخطة تتألف من مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى دفع المواطنين الفلسطينيين إلى النزوح مجددا من شمال القطاع إلى جنوبه، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد أسبوع مهلة لإخلاء السكان بهدف تضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية ودفعها لمقاومة خيار الموت أو الاستسلام. يليها مرحلة التركيز على العمليات العسكرية لإضعاف حركة حماس. الخطة أشرف عليها رئيس شعبة العمليات الأسبق، وحصلت على تأييد عشرات الضباط في الجيش الإسرائيلي، وتم استعراضها أمام أعضاء الكابينت. القائمون على الخطة زعموا أنها تتوافق مع قواعد القانون الدولي، لأنها تسمح للسكان بإخلاء منطقة القتال قبل فرض الحصار، ويرون أن إحدى المشكلات في هزيمة حماس ناتج عن سيطرتها على المساعدات الإنسانية في غزة. لذلك تقضي الخطة بتحويل المنطقة شمال محور نتسريم إلى منطقة عسكرية مغلقة، وإجبار 300 ألف فلسطيني موجودين حاليا في شمال القطاع على النزوح القسري خلال أسبوع واحد. تأتي الوثيقة لتعمق خيار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمواصلة الإبادة الجماعية على أبناء الشعب الفلسطيني، ومتناغمة مع رفضه الانسحاب الكلي من قطاع غزة والتمسك بالبقاء في محوري فلادلفيا ونتسريم بحجج وذرائع واهية واستباحة القانون والقانون الإنساني الدولي. العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تهجير نحو 1 مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه، وتعتبر قضية عودتهم إلى مساكنهم إحدى النقاط الساخنة على جدول أعمال مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. وللمزيد من المتابعة حول التطورات في الأراضي الفلسطينية معنا من رام الله الأستاذ أشرف عقا الباحث السياسي. أستاذ أشرف مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. بداية يعني كيف ترى خطط نتنياهو وما أعلن عنه مؤخرا بخطة الجنرالات وتأثيرها على مسار المفاوضات ما بين إسرائيل وحماس؟ هي محاولة تعطيل إضافية وجهد آخر لجنرالات مقربين من نتنياهو، ويعكس حالة الانقسام في داخل المؤسسة الأمنية العسكرية مع الحكومة وسياساتها وتوجهاتها. ولكن هذه الخطط وهذه الإجراءات يعني سقطت أمام صخرة المقاومة الفلسطينية التي ما زالت صامدة حتى الآن في قطاع غزة، وما زالت تخوض قتالا بأشكال مختلفة في مواجهة حرب الإبادة التي يحاول نتنياهو وسموتريتش وبن غفير تكريسها والاستمرار بها، تمهيدا لاحتلال القطاع والسيطرة الكاملة بالمعنى الأمني على كل معابر القطاع. هذا كله يبين لنا نحن أمام معركة حقيقية مع هذه المخططات، مع هؤلاء الجنرالات ومع نتنياهو. وبالتالي دعيني أقول يعني المرحلة الآن أصبحت أكثر خطورة في ظل ما يجري من امتداد وتوسع لهذه الحرب، سواء كانت في الضفة الغربية بفعل تلك الإجراءات والسياسات والخطط التي يحاول اليمين الإسرائيلي تنفيذها في الضفة الغربية، أو ما يجري الآن من تصاعد لعملية المواجهة في شمال لبنان، وحدث اليوم في غور الأردن دليل واضح على امتداد وتوسع الصراع بأشكال وبوتائر مختلفة. إذن هذه الخطط الإسرائيلية تبين لنا أن المنطقة الآن أصبحت كلها في مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية. حرب التصفية والإبادة لن تستمر ولن تستطيع إسرائيل تنفيذ مخططاتها، هذا هو استنتاج النهائي، لأن الشعب الفلسطيني والمنطقة جميعها ستكون في معركة مواجهة كل هذه المخططات لإفشال يعني أي نوايا وأي رغبة لهذا نتنياهو الذي يعيش على وقع أزمات داخلية وتفاعلات كبرى قد تحدث فعلها قبل أن يستطيع الاستمرار أكثر فأكثر في هذه المعارك وفي هذه الحروب
التي يدشنها هنا وهنا. لكن أستاذ أشرف، بالفعل ما يقع على الأرض هو تدمير نتنياهو للبنية التحتية، وتدمير نتنياهو لقطاع بأكمله، ومحاولته أيضا السيطرة على القطاع من خلال تعيين ضابط إسرائيلي لحكم المدنيين بغزة يعني، والتغيير الديموغرافي للمكان بحيث لا يمكن إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. الموضوع هيكون يعني غاية في الصعوبة. كل ذلك لا يعني سيطرة نتنياهو أمام الصمود الفلسطيني؟ شوفي، دعيني أقول وبشكل واضح، وهناك نستطيع تعديد أو تعداد عديد من المؤشرات والإجراءات، وخاصة أنه يريد عمليا حتى طلب من الجيش الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع. ولكن هل هذه الإجراءات الآن نالت من الشعب الفلسطيني؟ وإذا أراد أن يقطع الطريق أمام أي مسار سياسي، وليس فقط حل الدولتين بهذا المعنى النهائي لنهاية الصراع، ويريد أن يعود بالصراع للمربع الأول، أنا أقول هو لم يستطيع حتى الآن حسم الصراع، هي كلها محاولات من أجل الوصول إلى محطة ينقل بها الصراع يعني من مرحلة سياسية تفاوضية إلى مرحلة المواجهة الشاملة. ولكن حتى هذه اللحظة هو لم يستطيع أن يؤسس بشكل جدي وعملي لكل تلك المخططات، هي محاولات هنا وهناك يعني تجد مواجهة، نضال فلسطيني مستمر، أضف إلى كل العوامل يعني الإقليمية والدولية التي أصبحت تضع إسرائيل يعني في إطار ما من المحاسبة الدولية. اليوم تعاني عزلة، هذه العزلة تجد تفاعلاتها عمليا على ما يجري من نقاشات داخلية في إسرائيل. خطط الجنرالات هذه سبقها خطة أخرى وسابقة، يعني خطة الحسم التي طرحها سموتريتش، مبادئ الائتلاف الحاكم في إسرائيل وغيرها من المقترحات. أضف إلى ذلك قبل يعني سنوات في عام 2018 دراسة لمعهد دراسات الأمن القومي، وهي خطة عمليا تطالب أو تقول ضرورة الانسحاب أحاد الجانب والفصل التام عن الفلسطينيين وحصر الفلسطينيين في منطقة جغرافية لا تتعدى 65% من أرض فلسطين التاريخ من أرض الضفة الغربية، وهي فعليا سيطرة كاملة وتمهيد لعمليات الضم والتوسع والاستيطان وجعل الحالة الفلسطينية تعيش بأقل من حكم ذاتي، هذا ما يجب أن نقوله. ولكن هل هذا جعل الفلسطينيين يتراجعوا يعني ولو بالمواقف المعلنة عن حقوقهم الوطنية الثابتة في الدولة والعودة وتقرير المصير؟ هل في هناك في المنطقة الآن يقبل بهذه المعالجات وبهذه الإجراءات وبهذه التصورات الإسرائيلية؟ والكل يقول دون حل القضية الفلسطينية تبقى التوترات والتصعيد في المنطقة، لن تستطيع إسرائيل أن تعيش بأمن وسلام في المنطقة، وبالتالي إما مسار السلام والتسوية وفي قلبه من هذا المسار إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في الدولة والعودة والقدس عاصمة، وخد الأطروحات الأخرى التي سبقت ذلك يعني ما يعني إبان صفقة القرن يعني لم يستطيعوا تنفيذها، وصمت الفلسطينيون الشعب الفلسطيني في مواجهة ترامب يعني. وبالتالي على ماذا يخشى الفلسطينيين؟ دعينا أقول بشكل واضح، على ماذا يخشى الفلسطينيين؟ هذه أرضنا وهذه قضيتنا. طب هل هنا أصبح نتنياهو في نهاية طريقه السياسي؟ يعني نرى أن نتنياهو الآن لا يستمع فقط لأعضاء حكومته، ولكنه يستمع لأعضاء حتى خارج الحكومة. يعني أجر إيلاند إذا كان هذا الاسم صحيح كان المفتش بعمليات الجيش الإسرائيلي سابقا، وهو من وضع خطط الجنرالات. يعني أصبح مفلس لدرجة أنه هناك مقترحات من الخارج ومن الداخل ومن أعضاء الحكومة ومن خارج الحكومة قابلة للتنفيذ. يعني حضرتك شايف أنه هذا إفلاس سياسي؟ طبعا إفلاس سياسي وتصدير أزمات وشراء وقت، هذا ما يجب أن يقرأ، والتلاعب بالجميع من أجل البقاء وبقاء ائتلاف، لأنه يعلم تماما أن أي وقف لهذه الحرب ستفتح ملفات المواجهة والمحاسبة الداخلية في إسرائيل، وهو على رأس من سيتم محاسبته وقياده إلى السجن بسبب إخفاقاته وفشله في إدارة البلاد وفي إدارة الأزمات وفي إدارة الحرب، وكيف يعني خلق الأزمة المركبة في داخل المجتمع الإسرائيلي ما قبل 7 من أكتوبر. هناك من يقول نتنياهو فشل قبل 7 من أكتوبر وفي 7 من أكتوبر وما بعد 7 من أكتوبر. إذا سلسلة الفشل طويلة ولها محطات مختلفة تنتقل من يوم إلى آخر نحو مزيدا من الفشل والإخماق والتدمير لإسرائيل ولعلاقاتها الدولية ولعلاقاتها الإقليمية، وهو الآن يستهدف اتفاقيات السلام يعني المبرمة منذ 70ينيات القرن الماضي والجهود الأممية والعالمية التي أرست يعني أسس للسلام في المنطقة. هذا عمليا يجعل التفاعلات الداخلية في إسرائيل، لاحظنا التظاهرات مساء أمس ما يقارب يعني أكثر من 500,000 متظاهر، هذا دليل على أن هناك مجتمعا ما يتحرك
لا يثق بنتنياهو، لا يصدق أكاذيبه وأطروحاته، ولا يعتقد أن إسرائيل مهيئة أو قادرة على تنفيذ خططها. بالحد الأدنى وبدليل بسيط أنها لم تستطيع عمليا الانتصار في الحرب بعد 11 شهرا، وبالنتائج، وهناك مقارنات عكسية لما أحدثته الحرب بالداخل الإسرائيلي، ولم يستطع بالحد الأدنى يعني فتح المدارس في الشمال. هذا وعد نتنياهو مع بداية شهر 9، اليوم إحنا في 8-9، وبالتالي لم يستطيع. هذا دليل على الإخفاق والفشل، وأن هذه الشعارات التي يطلقها نتنياهو وأطراف حكومته لا يمكن لها أن تجد طريقا ما، أو تجعل الفلسطينيين يخافون منها أو يحسبون حسابها، لأن الفلسطينيون الآن في معركة مواجهة حقيقية شاملة حماية لحقوقهم ولمشروعهم الوطني. وبالتالي إذا أراد نتنياهو أن يعود بالصراع بالمربع الأول، سيطالب الفلسطينيون بفلسطين التاريخية. هذه الاتفاقيات أوسلو مش غيره، هذه جاءت في غفلة من الزمن في ظروف دولية وإقليمية ضغطت على الفلسطينيين، أجبرت القيادة الفلسطينية في وقت الرئيس الراحل ياسر عرفات الدخول بهذا المسار، واكتشف الرئيس الراحل أن هذا فخ للفلسطينيين لا يؤدي بالضرورة الى دوله فلسطينيه. طب هل ما يقوم به نتنياهو الان هو يعني يعارك كل يعني مبادئ اوسلو حتى، فهل هنا هذه الاتفاقيه تكون قانونا اتفاقيه غير مفعله؟ طبعا هو تجاوزها منذ عام 2000 وقضى عليها. كانت هذه مرحله انتقاليه او فتره انتقاليه لخمس سنوات، كان يجب ان تنتهي في 99، ينهى النقاش والتفاوض حول قضايا الحل الدائم من الدوله والحدود والقدس والمياه وغيره من قضايا الحل الدائم، ولكن هو تجاوزها بعد ذلك هو وباراك، ودخلوا في معركة مباشرة مع الفلسطينيين بزارة شارون للمسجد الأقصى، وبالتالي ألغوا هذه الاتفاقية، اجتاحوا كل الضفة الغربية، دمروا مسار عملية السلام والتسوية في تلك الفترة. ولكن بعد رحيل الشهيد القائد أبو عمار وقتها جاءت يعني مرحلة جديدة سياسية في المنطقة، وأدخلت الأمور في سياق مسار تفاوضي. أجبر الرئيس أبو مازن في عام 2014-2016 على وقف المسار التفاوضي، لأنه اقتنع تماما أنه لا يوجد طرف في إسرائيل يريد السلام ويريد الالتزام بمسار عملية التسوية ومرتكزات عملية السلام. ولاحظنا ماذا فعلوا في أولمرت الذي اقترب شيئا فشيئا من يعني من المقاربة الفلسطينية للحل. ودعيني أقول بشكل واضح، يعني الثوابت الوطنية الفلسطينية هي ثوابت إجماع وطني، لا تستطيع أي قيادة فلسطينية التنازل عنها. هذه مسألة غاية في الأهمية، يعني تقطقة الاستيطان دولة فلسطينية لحدود الرابع من حزيران هي الحد الأدنى الأدنى من الذي قبله الفلسطينيون بفعل عوامل إقليمية ودولية وظروف القضية الفلسطينية ككل بهذا الاتجاه. ولهذا إذا أراد نتنياهو أن يدمر هذا المسار عبر احتلال قطاع غزة وتدميره بالطريقة هذه، وما يفرض من واقع استيطاني توسعي إحلالي في الضفة الغربية وتضييق وخناق وحصار حقيقي وجدي للسلطة الفلسطينية إضعافا يعني وإحراجا ومصادرة للأموال، هذا دليل واضح على أنه ماضي بمشروع تدمير مسار عملية التسوية. ولكن السؤال، ما هو البديل؟ ما هو البديل له؟ نحن كفلسطينيين اخترنا المسار السياسي للنضال والمسار الدبلوماسي يعني لترافع لحقوقنا الوطنية في إطار تطور قضيتنا الوطنية، ومارسنا كل أشكال المقاومة التي كفلها لنا القانون الدولي والشرعية الدولية. ولكن إذا أراد الاحتلال أن يخرج الأمور عن سياقها الطبيعي والتاريخي الذي مر منذ التسعينيات القرن الماضي، قد تمضي الأمور في يعني في مسارب أخرى، والشعب الفلسطيني حاضرا بإمكاناته وقواه وقيادته أن يواجه هذا العدوان وهذا المشروع الصهيوني. تمام، شكرا جزيلا. كنت معنا من رام الله السيد أشرف عقل الباحث السياسي، شكرا جزيلا على هذا التحليل. وينضم إلينا مشاهدينا الكرام الدكتور محمد اليمني خبير العلاقات الدولية. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم. يعني بداية من كل المعطيات، ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وما بيحدث أيضا ما بين إسرائيل وحزب الله، هل تتوقع أن إسرائيل تريد فعلا حرب إقليمية أم يعني لمصلحة من تستمر هذه الحرب بهذا الشكل؟ بداية أستاذتي الكريمة، في مصلحة بنيامين نتنياهو، لأنه يملي النفس بوصول دونالد ترامب إلى الحكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر تكلمنا عنه كثيرا. هذه أيضا من جهة أخرى، هو يريد جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة وجرها أيضا في حرب إقليمية، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لمساعدة الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا جزئية. الجزئية الثالثة، بأن ما تم في قطاع
غزة من تدمير للبنية التحتية بأكثر من 90%. فبنيامين نتنياهو فكر في الضفة الغربية بأن يبدأ بالضفة الغربية، أو المرحلة الثانية هي الضفة الغربية، وما شاهدناه من اعتقالات وأيضا شاهدناه من بعض العمليات أو معظم العمليات التي الآن تتم في الضفة الغربية بخصوص المستوطنات وما يدعي بنيامين نتنياهو فعله في الضفة الغربية. هذه أيضا من جهة أخرى شاهدنا أيضا بعض يعني الأمور بين حزب الله اللبناني وكذلك أيضا الاحتلال الإسرائيلي، سواء بمقتل الرجل الثاني فؤاد شكر في حزب الله اللبناني والرد أيضا من قبل حزب الله اللبناني وعلى الاحتلال الإسرائيلي. هذا أيضا من جهة أخرى أنا أرى بأن المشهد الآن منقسم إلى عدة اتجاهات. لا ننسى أبدا بالاحتجاجات الدائرة الآن في الداخل الإسرائيلي وقفت معظم المؤسسات، وأيضا هذا القانون، يعني إن تحدثنا عن قانون الحردين بخصوص الجنود وما شابه ذلك، وبخصوص تحرير الرهائن، عائلات الرهائن، وشهدنا أيضا 6 جثث الملقاة، وأن هذه الجثث شهدنا غضب كبير جدا من عائلات الرهائن، وشهدنا تطور ملحوظ في الاحتجاجات وعدد المحتجين في هذا التوقيت بأكثر من 100,000. كل هذه المعطيات تدل لنا بأن الأمور الآن ليست ذاهبة إلى حرب إقليمية، لأن الحرب الإقليمية قلناها مرارا وتكرارا تحتاج إلى بعض الشروط. هل إسرائيل مستعدة في هذا التوقيت؟ ليس مستعدة وليس قادرة على فتح جبهة جديدة أو عدة جبهات في آن واحد، وهذا أيضا يعني تحدث عنه بعض القيادات السابقة في الجيش الإسرائيلي، وقالوا بأن إسرائيل الآن منهارة داخليا ومنهارة أيضا خارجية. وأيضا ما يتم أيضا بخصوص، يعني أنا أتحدث مع حضرتك الآن على أكثر من نقطة، يعني تحدثنا عن محور فيلادلفيا هو محور صلاح الدين والسيطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو يحاول ترويج بأنه حقق يعني إنجازا استراتيجيا أو تكتيكيا في هذه المنطقة، حتى يتم ترويجه في الداخل الإسرائيلي، حتى بعض الشعب أو معظم الشعب الإسرائيلي ينسى تحرير الرهائن وينسى بعض الأمور وأيضا يهتم. طيب دكتور محمد، هل تعتقد أنه اجتماع وزاري مصغر لنتنياهو وأعضاء حكومته يعني لبحث الصفقة مع حماس، معطيات اللي حضرتك ذكرتها كلها ستكون سبب للوقوف هذه المرحلة على صفقة حقيقية ما بينهم؟ لا أستاذتي الكريمة، هو كل مرة يحاول بأن يرسل بعض الرسائل المهمة، إسرائيل لديها النية، إسرائيل لديها الرغبة، إسرائيل لديها الإصرار في عقد صفقة، وأن عائلات الرهائن يمثلون أهمية كبيرة جدا لبنيامين نتنياهو ولمجلس الحرب الإسرائيلي، ومن ثم نفاجئ بأن كل هذه يتم ضرب عرض الحائط من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل أيضا بنيامين نتنياهو. كل هذه المماطلة وكل هذه المراوغة من قبل بنيامين نتنياهو كما ذكرت في بداية المداخلة هو ينتظر الانتخابات الأمريكية وما تسفر عنه هذه الانتخابات. ولا أنسى أبدا بأن حتى بنيامين نتنياهو لديه علاقات قوية جدا باللوبيات أيضا اليهودية في الإدارة الأمريكية. ولكن أرجع إلى الصفقة، يعني لابد أن أقول بأن بنيامين نتنياهو على مدار 10 أو 11 شهرا من بداية يوم 8 من أكتوبر إلى وقتنا هذا، أكثر هي يعني الصفقة اليتيمة التي عقدت في بداية 2024 أو انتهاء 2023. هذا الأمر إن دل يدل على أن بنيامين نتنياهو كل مرة يرسل بعض المستشارين إلى القاهرة إلى الدوحة، ولكن في الآخر يتم سحب ويتم أيضا إلقاء الكرة في ملعب حركة حماس وأيضا كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يصورون للعالم ويصورون للمنطقة العربية ولمنطقة الشرق الأوسط وإلى العالم الغربي بأن المعرقل الحقيقي متمثلة في حركة حماس والقيادات الحمسوية. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى التي أراها من وجهة نظري بأن الداخل الإسرائيلي الآن يغلي، وهذا لديه عامل كبير بأن يقبل بنيامين نتنياهو بصفقة مع حركة حماس وإن لم يقبل بهذه الصفقة في هذا التوقيت. حتى المبادرة الأمريكية التي جاءت أيضا بموافقة من حركة حماس، من الذي عرقل هذه المبادرة؟
ومن ايضا تباطأ ومن ايضا وضع العقبات هو بنيامين نتنياهو. وايضا قلت بان القاهره والدوحه قبل المفاوضات الاخيره ارسلوا رسائل مهمه الى الاداره الامريكيه، ما فداها استاذتي الكريمه بان لديهم غضب كبير جدا بان كل ما يتم صفقه او كل ما يتم مفاوضات او محادثات ينسحب الجانب الاسرائيلي ولا يوجد اي شيء في هذا التوقيت. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد اليمني خبير العلاقات الدوليه. وينضم الي ايضا دكتور نزار نزال الباحث في الشان الاسرائيلي من جنين. دكتور نزار مساء الخير. الصوت مش مسموع يا فندم. دكتور نزار حضرتك سامعني؟ دكتور نزار الصوت. نعم تفضلي. نعم برأي حضرتك الخطة التي وضعها مسؤول سابق في الجيش الإسرائيلي بخطة أو ما سميت بخطة الجنرالات، يعني هل هذه الخطة كما قال أنها متوافقة مع القانون الدولي باعتبار إجلاء المدنيين قبل الحصار، كيف تكون متوافقة مع القانون الدولي بالتهجير؟ برأي حضرتك هذا في هذا التصريح. يعني مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، الصوت إلى حد ما غير مسموع ولكني يعني على ما يبدو فهمت السؤال. هذه الخطة التي تحدث عنها الجنرالات هذه كلها يعني خطط صغيرة عفوا من خطة الحسم الكبيرة التي تحدث عنها سموتريتش قبل عدة أسابيع وتم التوافق عليها ما بين نتنياهو وابن كبير وسموتريتش في تشرين الثاني في العام 2022، وهي تقتضي ب ضم مزيد من الأراضي لإسرائيل، أكثر من 65% من مساحة الضفة الغربية ضمن هذه الخطة لها علاقة بالضم. ولكن أنا بتقديري الشخصي وبرأيي الشخصي أتوقع أن إسرائيل ذاهبة إلى تقسيم الضفة الغربية إلى 3 أجزاء، وأعتقد أن الجزء الشمالي من الضفة الغربية يريد أن يكثف عملياتهم العسكرية في المنطقة الشمالية من أجل يعني تغيير أو من أجل إلغاء قانون فك الارتباط وإعادة الاستيطان والمستوطنات إلى شمال الضفة الغربية. منذ 7 أكتوبر أنا تحدثت عن موضوع الشمال في قطاع غزة. في قطاع غزة المنطقة الشمالية لا يمكن على الإطلاق أن تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالعودة إليها لما تشكله من تهديد استراتيجي لغلاف غزة. هكذا يبدو هذا المشروع، وأعتقد أن هذا المشروع هو جزء لا يتجزأ من الخطة الكبيرة التي يطلق عليها خطة الحسم. طب هل تعتقد أن في وسط كل هذه الأحداث وتوترات العلاقة أيضا ما بين إسرائيل وحزب الله من ناحية، هل أيضا المواطنون الإسرائيليون سيتجهون مرة أخرى إلى الشمال، سيرجعون إلى مساكنهم وأماكنهم، وهل إسرائيل ستقبل بهذا؟ سؤال جميل جدا. يعني إسرائيل اليوم اختلفت عما السابق، اليوم لا يوجد دولة واحدة، هناك 3 دول، الدولة الرسمية والدولة العميقة ودولة المستوطنين، وهذه التقسيمات واضح تماما ان نتنياهو استطاع يعني ان يجذب اكبر قدر ممكن من الشارع الاسرائيلي باتجاه تبني رؤيته لها علاقه بموضوع القفز ما بين جبهه واخرى. لاحظي حديث نتنياهو يتحدث عن جبهات 7 احيانا، احيانا يتحدث عن جبهات 5. نتنياهو اليوم هو يحاول ان يقنع الشارع الاسرائيلي بانه ينتقل من جبهه الى جبهه، عندما فشل في قطاع غزه وهو حقيقه قد فشل في قطاع غزه قفز إلى الضفة الغربية بزج ثلث الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، والأمر يعني ليس له علاقة بالأمن ولا بالعسكر، القضية قضية سياسية والمشروع مشروع سياسي. الآن هناك يعني بعد العثور على 6 من الجثث الإسرائيليين في رفح، لاحظت معي كيف أن الشارع الإسرائيلي كان يعني أصبح صاخبا، وهناك أكثر من 500,000 إسرائيلي كانوا ليلة أمس يعني محتجين في الشوارع الإسرائيلية. كيف سيتخلص نتنياهو من هذا الضغط الداخلي؟ باعتقادي نتنياهو سيقفز قفزة في الهواء لن يكون محسوب لها يعني مكان للسقوط أو تخطيط أو دراسة. المستوطنين في شمال الضفة في شمال فلسطين وعددهم تقريبا 98,000 غادروا هذه الجغرافيا باتجاه مدن الوسط، لا يمكن أن يعودوا إلا بعملية عسكرية إسرائيلية في الجنوب اللبناني. الإسرائيليين متخوفين في هذا الوقت من نقطتين، النقطة الأولى هي عدم قدرتهم استخباراتيا على معرفة ما يوجد داخل الصندوق الأسود لدى حزب الله. القضية الأخرى، هل ستتوسع رقعة القتال خارج لبنان فيما لو هجموا أو هاجموا البنى التحتية في لبنان؟ النقطة الثالثة وهي يعني بتقديري التي لها علاقة بالموقف الأمريكي، أعتقد أن نتنياهو لن
يتولى عن الهجوم على لبنان والمستوطنين والمستعمرين في شمال فلسطين لن يعودوا إلى أماكن سكنهم. 46 تجمع سكاني في الجليل خاوية على عروشها، لن يعودوا ما دام يعني قوات الرضوان وعزيز وغيرهم من المقاتلين التابعين لحزب الله على الحدود. هكذا تصريحات الإسرائيليين، وهكذا يبدو لي أنا كمتابع. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من جنين الدكتور نزار نزال باحث في الشأن الإسرائيلي، شكرا على هذا التحليل. وأشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وتغطيتنا وتحليلاتنا الإخبارية مستمرة مع حضراتكم على مدار الساعات القادمة. إلى اللقاء.